عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. ما الذي حدث؟ ضرب الزلزال في قاع البحر فانحسر الماء إلى داخل الأرض، فانحسرت الشواطئ من هنا ومن هناك. ماذا صنع الصيادون والذين كانوا على الشواطئ؟ رأوا الأسماك حية هنا وهناك على مدى 2 كيلو داخل البحر، فدخلوا إلى داخل البحر يلتقطون الأسماك. هو يقول لي وما هي إلا لحظات وأنا أشاهد الناس يلتقطون الأسماك، إذا بأمواج عاتية لونها أسود ارتفاعها عشرات الأمتار تطوي الأرض طياً بأسرع مما تتصور، فما سمعت إلا الصياح وما سمعت إلا أصوات الاستغاثات تأتي من كل مكان. رأيت أمواجاً سوداء تحمل الغضب، والله ما رأيت فيها إلا غضب الجبار. فلما دخلت المياه في قاع البحر، ما الذي حدث؟ اختلطت بالحمم النارية فارتفعت درجات المياه، ارتفعت درجات المياه إلى درجات عالية، فأغرقهم وأحرقهم ودمرهم عن بكرة أبيهم. حرق وغرق ونار، الجثث التي رأيناها سوداء متفعمة. يا الله، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ ماذا كان يصنع هؤلاء؟ فالجبار رحيم. الجبار رحيم، لكنهم أغضبوا الجبار، لكنهم أغضبوا الجبار جل جلاله. فثارت البحار ودكت الأرض دكا دكا، ومادت الجبال بمن عليها، فأرسل الرحمن صوتا من العذاب. يا الله، ماذا كان يصنع أولئك القوم؟ ماذا كان يصنع أولئك القوم فلما آسفونا انتقمنا منهم. سألتهم ماذا كان يصنع على تلك الشواطئ؟ ماذا كان يصنع على تلك الديار؟ إنه الظلم، ظلم بني الإنسان، ظلمهم لأنفسهم وظلمهم لغيرهم، حين تعدوا على المحارم وحين تعدوا على الآخرين انتشر بينهم الزنا وانتشرت بينهم الفواحش والمنكرات، وانتشر بينهم أمر عظيم أعظم من هذا كله، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا يرون الزنا ويرون الجبار يعصى فلا يتكلم متكلم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. أصبح الزنا أمرا طبيعيا
أصبحوا يزنون أمام مرأى ومسمع من بعضهم البعض. أبناء المسلمين يزنون بالمسلمات، ويأتي النصارى من سياح وغيرهم يزنون ببنات المسلمين، ولا أحد ينكر ولا أحد يغار، فغار الجبار في سمائه، فأمر البحار وأمر الأرض وأمر الجبال بأمر وكلمة منه، بل في دقائق معدودة آلاف الموتى وآلاف من الدمار، ليرينا أنه شديد العقاب، ليرينا أنه شديد العقاب. انتشرت الفواحش والمنكرات فحل بهم ما حل. هل تظنون أنه لا يوجد عندنا زنا ولا شرب قمور، بل انتهاك للمحارم؟ فما الذي يمنع بأس الله عنا؟ لسنا بأكرم على الله منهم؟ أنترك أهل المعاصي ونترك أهل المنكرات أن يفعلوا بنا مثل ما فعلوا بهم؟ نتركهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما؟ فإذا سكتنا عنهم فماذا يحول بيننا وبين العذاب؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيب لكم. نجاتنا بأمرنا بالمعروف، أن نقول للظالم أنت ظالم، وأن نقول للذين يعصون الله اتقوا الله. والله لن نتركهم، والله لنأمرنهم ولنعطرنهم على الحق عطرا. فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. والله لن نتركهم ولن تنجو السفينة إلا بتعاون ركابها، إلا بأمرها بالمعروف، إلا بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ليس إن مكناهم في الأرض أقاموا الملاعب والملاهي والمهرجانات الغنائية. تعرفون قصة السبت وكيف أهلك الله أهل المعاصي والمنكرات والذين سكتوا على منكراتهم، وأنجى الله من أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء أنهلك وفينا الصالحون. قال نعم، إذا كثر الخبث، ذلك بأن ربك لم يكن مهلك قرية بظلم وأهلها مصلحون. هكذا ننجو، نأخذ بيدنا وبأيدي بعض أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. غيروا ففضل من الله ونعمة، ما غيروا فالذمة بريئة أمام الله. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالله بقول كلمة الحق لا نخاف بالله لومة لائم. إن سكتنا والله ليحلن بنا ما حل بهم، وسنة الله ماضية لا تحابي أحد
ولا تجامل أحدا، هذا هو طريق النجاة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. استجاب من استجاب فبحمد من الله، ومن لم يستجب فلا يلومن إلا نفسه، وبين يدي الله سيقف الخصوم، وبين يدي الله سيقف الخصوم.